أشواقع جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة شبابية بامتياز. الخبر من قلب الحدث. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. باسمي وباسمي أعضاء المكتب المسير لحضور هذا الحفل الوطني عنوانه وطن الحر وعمل جادا من أجل الإغاثة، لا يسعني إلا أن أنحني لهم شكرا وتقديرا وعرفانا، وأقول لهم باسمي كل من بمناسبة العزيزة الغالية لعيد العرش المجيد. اللي غادي نشوفوا الذكرى الكبيرة العظيمة اللي كانوا فيها مناضلين اللي كانوا كيضحيوا على الوطن وعلى الملك باش الملك ياخذ الصورة ديالو والكلمة ديالو هي الاستقلال. نصحكوا على الاستقلال. هنا فهاد الباب الاستقلال اللي تحقيقها، ولكن الله سبحانه وتعالى كان يحفظ فيه وخمسة تقريبا سنة كيعرفوني الاخوان المغربيين اللي هما اللي كيعرفوني لي انا الحقوق مع الرياضه، والرياضه مولاها كيما كنتو مطيطه الامور كيما كنتو مطيطه الامور. كاين اليوم عمري انا وانا كنحس هذا اليوم من الايام ديال النضال المسلح اللي فرنسا هزات محمد الخامس بواحد سهوله، ولكن هاد الهزات اللي محمد الخامس هزاته فرنسا وبواحد سهوله بلا ما تخمم بلا ما تعرف بان راه كاينه وطنيه وكاينين مجاهدين اللي هما كيجاهدوا بالغالي والنفيس على الأسرة الملكية. هاد الأسرة الملكية راه عندنا في الدم، وهاد الأسرة الملكية راه عندنا في الخطوات، وراه هاد الأسرة الملكية هي الكل في الكل هي الروح. يا ربي الله اللهم يا ربي بارك في هذا الوطن الكريم، واللهم احفظ هذا الوطن الكريم واحفظ هذا الملك الكريم. شكرا جزيلا لكم جميعا. الجمعية المحترمة اللي هي موجودين فيها شباب اللي هما فيها اللي توجدوا فيها شباب الغد، هاد شباب الغد راه هما حقيقة راه هما الكل في الكل ديال هاد الجمعية، وهما كيتحركوا بالاسم ديال هاد الجمعية، جمعية تليغاتا، باش ينقذوا ويتعاونوا وباش يقربوا الحاجيات للضعفاء. هذا هو الدور ديال هذه الجمعية. ولا ترحل 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 ولا ترحل
جمعيه رحمه الاغاثه الجديده اليوم تيجي نحتفلوا باليوم الختامي للاعمال الجمعيه وايضا احتفال بعيد العرش المجيد اللي من خلال ديالو تندحرجوا الاعمال ديال الجمعيه اعمال من الحب اعمال من الرحمه لنصل الى حفل احبك وطني حاولنا من خلاله تكريم الفنان الوطني الذي هو رحمه حاولنا تكريم المقاوم الوطني الذي هو ايضا رحمه مع شباب رحمه مع فسيفساء من التراث الوطني لتشكل ملحمه وعنوان من عوالم الوحده والحب والتنوع الذي يحياه هذا الوطن ويعيش فيه بامن وسلام منذ ازمنه طويله جدا ونتمنى الله تعالى ان يستمرها وطن الرحمه وطن الحب على هذه الشاكله وبهذا التنوع.